يا صباح الخير والسعادة على كل حضراتكم السيدات والسادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في العالم. بداية يوم جديد وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. صباح العسل. صباح الخير. صباح الخير يا كريم. صباح الخير على كل الناس اللي بتتابعنا في كل مكان في العالم. احنا عارفين الأهلوية موجودين في العالم كله الحمد لله، يعني أكبر مشجعي تقريبا لنادي في أفريقيا وإن شاء الله يبقى كمان في العالم. صباح الخير وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي، ومعانا فقرات زي ما احنا متعودين وضيوف برضو في مجالات مختلفة. خلينا ننوه معاهم عليك. هيكون معانا ان شاء الله عدد اثنين فقره حواريه كما تعودنا مع كل حضراتكم. الفقره الاولى هتكون مع الاستاذ حاتم عبد الاخر بطل منتخب مصر المعتزل في الجودو، وتاني فقرتنا هتكون مع الاستاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي اللي اكيد هنتكلم معاه في كتير جدا من الملفات. طيب نبتدي بقى مع حضراتكم، وزي ما انتم عارفين دايما الاهلي بيكون ليه فكر مختلف في كل الامور وخصوصا فيما يتعلق بمبدا رد الجميل، ودايما حاضر بمنتهى القوه في كل الاحتفالات الوطنيه المختلفه. ده شفناه امبارح في احتفال النادي الاهلي بانتصارات اكتوبر اللي كانت عباره عن ماتش خماسي بين قدامه النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي في مختلف الاجيال، وكانوا يعني مشكلين فرقتين الازرق والاحمر. المباراه دي اتلعبت في صاله الامير عبد الله الفيصل، وبصراحه الماتش يعني رجع كتير جدا من اللي كانوا حاضرينه للذكريات، المهارات بقى والاداء الجميل الحلو بتاع زمان لنجومنا. احنا كان عندنا من زمان جدا في النادي الاهلي، وده دايما قاسم مشترك بين كتير جدا من الاجيال، لعيبه عندهم مهارات استثنائيه. كان من ضمن اللي يعني حاضرين بمباراه الامس شريف عبد المنعم ووليد صلاح وزكريا ناصف وخالد ديبو واحمد بلال ومحمد يوسف وهشام حنفي ومحمد عماره واحمد فوزي واسلام الشاطر، طبعا مع حفظ الالقاب للجميع وكل التحيه والاحترام، ومش عايزين ننسى اي اسم، بس فعلا رجعونا للايام الحلوه بتاعه زمان. المباراه كانت قويه جدا وانتهت لصالح الفريق الازرق بنتيجه 7-6. برضو من الحاجات الحلوه في الاحتفاليه دي مش مجرد المنافسه بين الاجيال، انما الجماهير اللي حضرت، وهم يا جماعه يعني قطاع الناشئين كانوا موجودين عشان يتعلموا حب الوطن وعشان يفتخروا بانتصاراته، وكمان عشان يتفرجوا على رموز واساطير موجوده في الملعب ويعرفوا ان النادي الاهلي جزء لا يتجزا من الوطن. بص، مشهد جميل بكل المقاييس، يعني عايز اقول لك حلو قوي ان انت تروح وتشوف قدامه الاهلي وهم بيلعبوا وذكريات وترجع بالنوستالجيا، بس نوستالجيا حيه بقى قدامك يا كريم. يعني زي فريق طبعا الشمس في النادي الاهلي، الواحد اوقات بيحب يروح يتفرج بس يتفرج كده عليهم، تحس برده باللعب زمان. وعايز اقول لك بقى الفريق الاحمر اللي هو كابتن زكريا ناصف والجيل ده، يعني لو تشوفهم هم بيلعبوا فريق الشمس في النادي، بص مش مفيش كوره عايزين يفوتوها، بيلعبوا بحماس، لسه الحماس موجود، لسه لمساتهم الحلوه موجوده. بس طبعا يمكن بقى عامل السن او غيره برده بيفرق طبعا، فكان الى حد ما انا كنت متوقعه فريق الازرق هو اللي هيفوز، بس كانت لمسه جميله ومباراه جميله ولقطه جميله. وبعد الماتش كمان خليني اقول لحضراتكم كابتن محمود الخطيب واللواء اركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضه القوات المسلحه قاموا بتسليم كاس شهداء النصر اكتوبر للفريق اللي فاز. الاحتفاليه بدات بدقيقه طبعا حداد على شهدائنا وبعرض فيلم تسجيلي تضمن العديد من المشاهد لذكرى نصر اكتوبر، وحديث الرئيس الراحل انور السادات وكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوه التثقيفيه للقوات المسلحه بمناسبه حرب اكتوبر. وحضر الاحتفاليه كمان اعضاء مجلس اداره النادي واللواء اركان حرب خالد شكري ونائبا طبعا عن الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي، ايضا العميد خالد محمود رئيس المكتب الفني لجهاز الرياضه، والعقيد عمرو درويش مدير مكتب رئيس جهاز الرياضه، والدكتور سيد حزين وكيل اول الوزاره ومدير مديريه الشباب والرياضه بالقاهره. يعني اسماء كلها محترمه. طبعا ده كان نائبا عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. مره ثانيه لفته جميله جدا وحاجه اكيد اعتقد يعني فرحت كل اهلاوي بيتفرج، وزي ما كنت بقول هي برضو يا كريم في الاول وفي الاخر نوستالجيا يعني. طبعا اكيد حلو. كابتن محمود الخطيب اكد ان حرب اكتوبر المجيده هي عباره عن ملحمه عسكريه بتجسد عظمه وبطولات القوات المسلحه المصريه، وقال ان هذا الانتصار المجيد سيظل يعني عظيما جدا وبيفخر به كل مصري، ووجه التحيه والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ولكل افراد الجيش المصري وجنودنا وقواتنا المسلحه الباسله الذين قدموا ملحمه عسكريه وتاريخيه لم ولن تنسى. وقال كمان ان الانتصار ده الحقيقه بيحتاج الى كتب وليست مجرد صفحات او كلمات بسيطه، ووجه رساله بان كلنا على الجميع ان يتعاهد من داخل النادي الاهلي، نادي
الاحتفالاتي الوطنيه يتعهدوا على التمسك بذكرى نصر اكتوبر المجيد، وتمنى ان تتجدد ذكرى اكتوبر دائما بكل الخير على كل الشعب المصري، واكد كمان ان هي يا ريت لو تجدد كمان الدوافع الايجابيه جوانا من اجل اعلاء مصلحه وطننا الغالي. وجه تحياته لرجال القوات المسلحه ورجالها البواسل، وتعالوا نسمع جانب كده من كلمه كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل كلامنا. في البدايه بستاذن حضراتكم نقف دي احداد اروح ابنائنا من شهداء القوات المسلحه. اتفضلوا. في الحقيقه النهارده بيمر 48 سنه 48 سنة على انتصار اكتوبر العظيم، الانتصار اللي هيفضل طول عمرنا او هنفضل طول عمرنا فخورين بيه وعايشين بيه قدام العالم كله. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشعب المصري كله بخير وسلام، كل سنة وقواتنا المسلحة درع الوطن درع الوطن وسيفه، كل سنة وجيشنا العظيم مصدر العزة ومصدر الشموخ. كل التحية لأبناء القوات المسلحة، وكل التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. احنا مهما اتكلمنا النهاردة عن انتصار اكتوبر وعظمته وقيمته مش هنقدر ابدا نديله حقه. انتصار اكتوبر يحتاج كتب مش صفحات ولا كلمات، لكنه هيفضل عنوان كبير جدا للعسكريه المصريه وشرف كبير جدا للعسكريه المصريه. الحقيقه مش عايز يفوتني النهارده كمان ان يعني اتكلم عن رجال النادي الاهلي، رجال النادي الاهلي العظام ودورهم الوطني في حرب اكتوبر. لما فتحوا ابواب النادي لتدريب الشباب وللمتطوعين اللي قدموا كل جهدهم وارواحهم وانضموا لابطال القوات المسلحه في هذه الملحمه التاريخيه. احنا من هنا من النادي الاهلي نادي الوطنيه عايزين كلنا نتعاهد ان روح اكتوبر تفضل موجوده في كل عمل وفي كل مجال، تدفعنا وتدفع كل مؤسسات الدوله دايما لقدام. ندعم ونساند علشان ننجح في معركة البناء والتطوير اللي بيقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أتمنى كمان إن ذكرى أكتوبر تجدد جوانا كلنا الدوافع الإيجابية علشان بلدنا ومصلحة بلدنا، وهو ده الأهم. وأنا بختم كلامي عايز اوجه تحية اخرى وتحية تانية وتالتة للقوات المسلحة ورجالها الابطال. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني اقول لحضراتكم برضو كابتن خطيب وسيادة اللواء اركان حرب خالد شكري، مش بس كده لا، كمان حرصوا على يعني تكريم بعض اسر شهداء القوات المسلحة والعديد من الابطال الرياضيين. خليني اقول لحضراتكم زي تكريم مثلا اسم الراحل المقدم شريف محمد عمر ابن القوات المسلحة شهيد الواجب، وتسلم عنه والده الكابتن محمد عمر نجم منتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري الاسبق، درع ايضا الاهلي وشهادة تقدير، وكمان قام بتكريم اسم الراحل احمد محمد احمد ادريس صاحب فكرة الشفرة النوبية، ده كان خلال حرب اكتوبر المجيده، وتسلم نجل شقيقه محمد ادريس درع الاهلي وشهاده التقدير. ده بالاضافه لتكريم العديد من الابطال الرياضيين زي كيشو فريال اشرف. يعني الموضوع مش بس هنا بنتكلم احتفاليه وخلاص، لا، بتتكلم عن فخر، بتتكلم عن عز، بتتكلم عن انتماء، بتتكلم عن وطنيه بيتوارثها جيل بعد جيل. فمصر فعلا يعني ام الدنيا بشعبها مختلف الفئات جيشها وقيادتها، فده شيء كلنا بنفخر بيه. وكمان الاهلي دايما بيدي دروس في الوطنيه، لان هو بنتكلم ان هو مؤسسه داخل جمهوريه مصر العربيه العظيمه. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. احنا ده شعورنا المؤكد
ان احنا جزء كبير من النسيج الوطني اللي موجود في مصر. النادي الاهلي طول عمره كده وبيستمر في اداء دوره كده. الحمد لله يوم جديد، يوم جميل في استمرارنا في احتفال بنصر اكتوبر العظيم اللي كلنا يعني اجيالنا اللي ربنا كلنا يعني ربنا يطول في اعمارهم ليهم. نصر اكتوبر دي اللي لمسه جميله قوي في حياتهم يعني احنا كلنا يعني بنحس بالفخر وبالاعتزاز كمصريين وعرب بالذكرى العظيمة لأكبر انتصار في تاريخنا الحديث نصر أكتوبر العظيم. احتفالات أكتوبر دي كل سنة ما بتت يعني ما حدش بيزهق منها، حاجة احنا بتيجي علينا بنحس بذكريات جميلة وحاجة فيها كده فخر وعزة نفس. أنا والدي واحد من اللي حاربوا من 56 لغاية 73، عندنا في البيت عشنا كل الفترة دي. من 67 كان والدي بيحارب في حرب الاستنزاف، وفاكر لما كان بيجي لنا كل شهر مره من الجبهه، وفاكر لما جه في يوم في الراديو طلع وطلب من المذيع انه يهدي لي انا ابنه يعني اغنيه ابنك يقول لك يا بطل هاتني انتصار. وطبعا فاكر يوم الحرب نفسها الساعه 2 واحنا كلنا واقفين على السلم بنكلم بعض الجيران والناس كلها والناس اللي بتزغرط وكده. حرب اكتوبر هي حرب العزه والكرامه وفخر لكل واحد مصري عاش الفتره دي. انا كان عندي 7 سنين في الوقت ده، لكن فاكر كويس قوي كل الاحداث. عندي ابن عمتي شهيد في الحرب دي طيار، عندي عمي حارب في الحرب دي، وابويا طبعا الله يرحمهم جميعا حاربوا في الحرب دي. النادي الاهلي قدوه ونادي وطنيه، وبعدين درع واقي للكره المصريه كلها بالكامل. وبعدين انا الدفعه 50 كليه حربيه، يعني 77 سنة دمي أحمر، دمي النادي الأهلي. نشكر النادي الأهلي شكر وافر، لأن هذا التقليد تقليد جميل جدا وبيسري حب الوطن، وبنتمنى التوفيق دائما للنادي الأهلي. وبنشكر مجلس الإدارة ممثل في السيد رئيس مجلس الإدارة، بنتمنى له التوفيق إن شاء الله. الحمد لله احنا لينا عمر كتير قوي في النادي الأهلي هنا، والنادي الأهلي طول عمره محترم وبيحترم الناس، وخاصة طبعا ضباط القوات المسلحة القدماء اللي هم ضحوا في سبيل الوطن. احنا بنقدم له الشكر الجزيل لجميع من قاموا بهذا الحفل، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. فكرنا بزمان وأيام زمان وأيام الحرب العظيمة اللي كان فيها تلاحم للشعب كله، يعني بصراحة الشعب والشرطة والجيش. نتمنى في ظل القيادة الجديدة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ربنا يكرم برضو شعب مصر يبقى زي ما هو وكله بيروح اكتوبر ان شاء الله. احنا بنشكر كل اعضاء النادي الاهلي اللي شرفونا النهارده في الحقيقه في احتفالات اكتوبر المجيده، وفي الحقيقه الشكر موجه لمجلس اداره النادي الاهلي اللي كان حريص على تنظيم احتفال يليق بمكانه هذا الاحتفال وهو ذكرى اكتوبر المجيده في الحقيقه اللي هي ستزال وما زالت وسوف تكون في المستقبل هي محل فخر وتقدير لكل أبناء مصر، ليس فقط لكل أبناء مصر ولكن أيضا لكل أبناء الوطن العربي. جميل. أما بقى فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للنادي الأهلي، فعايزين نقول لحضراتكم من امبارح الكابتن محمود الخطيب سلم مجموعة من شهادات الهيئة العامة لتعليم الكبار المعتمدة عقب انتهاء المرحلة الأولى من مشروع أهلي بلا أمية اللي كان بيستهدف القضاء على الأمية بين كل العاملين داخل النادي الأهلي في مقره الرئيسي وكمان فرعي مدينة نصر والشيخ زايد. الحقيقة كانت لافتة أكثر من ممتازة. شهدت المرحلة الأولى تعليم 26 عامل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة و11 عامل في فرع مدينة نصر وزيهم في فرع الشيخ زايد. طبعا كمان قام الكابتن محمود الخطيب بتسليم شهادات تقدير الى كل المعلمين المتطوعين اللي شاركوا في هذه المبادره المحترمه. شيء اكتر من رائع لما نادي يفكر انه هو يشوف مين من العمال او العاملين اللي موجودين فيه امي فيتولى مسؤوليه اعاده احيائه يعني كانسان. فكره ان انت تساعد حد انه يبتدي يقرا ويكتب حتى لو كان في سن متقدمه شيء اكتر من رائع. هنتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال هذا التقرير. اتفضل. قد كده لما انت تقدر انك انت يعني تقدم شيء وتلاقي نتيجته بتبقى سعيد بيها وفرحان بيها. يعني توجهات الدوله برئاسه يعني برئاسه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي
ازاي يكون هناك مفيش يعني نقضي على الأمية في مصر. وانا دلوقتي سعدت جدا واحنا بنتكلم مع بعض ان احنا عندنا اكتر مع الاستاذ عاشور ان احنا كنا بنتكلم وصلوا ل 410 الف يعني حاله تم محو الاميه بالنسبه لها. ده امر مهم جدا ورقم مهم جدا. النادي الاهلي بيكونه النادي الاهلي بتاريخه، النادي الاهلي بمبادراته دايما، النادي الاهلي في اتجاه الدوله وفي اتجاهه يساعد، لان ده دور النادي الاهلي ان هو يساعد الدوله في اتجاهات اللي هي مجتمعيه. عشان كده النادي الاهلي كان حريص جدا وانا ان يكون يشارك في هذه المبادره، وان يكون كل ابناء النادي الاهلي عاملين او غير عاملين وموظفين اعضاء اي حد يكون كلهم بيشملهم محو الاميه. انا سعيد جدا جدا باخواتنا العاملين اللي هم اجتازوا المرحله دي، انا بقول لهم مبروك، لان كنتوا الحقيقه عملتوا اولا انتوا عندكم اراده كبيره جدا ان كنتوا تقدروا يعني تعلوا من نفسيكم. وبقول كمان بقى للساده المدرسين انا بشكركم جدا جدا على تعبكم، بشكركم جدا جدا على مجهودكم اللي الحقيقه وبدون مقابل، وده شيء الحقيقه بيخلي بلدنا دايما بخير لما يكون كل واحد بيحاول يعمل فعل او عمل خير للناس وللبلد. اعتقد ده امر يعني انتوا هتحسوه كمان في حياتكم وفي تاريخكم، وباذن الله لما ربنا اراد بينا كلنا يعني يوم الحساب يعني كل واحد بياخد جزاءه يعني. فانا الحقيقه بشكركم جدا، بشكر بقى لجنه المراه من خلال اللجنه العليا، لان هم الحقيقه برضو خدوا الموضوع ده على عاتقهم واهتموا جدا. ومش بس الدعوه، حتى الترتيب النهارده، حتى اختيار الايات اللي بتتقال في توقيتها وفي مكانها، ده شيء مهم جدا جدا. اعتقد ده النادي الاهلي لما يكون بيحب يعمل حاجه بيعمل حاجه كامله وحاجه من كل الوجوه. بشكر جدا هيئه التعليم، استاذ عاشور شرفنا، بشكرهم جدا على مجهودهم، بشكرهم جدا على الساده المدرسين اللي كانوا موجودين وتعبوا مع اعضاء النادي اللي شاركوا في هذا العمل. مرة تانية دي مش أول دي أول مجموعة، أول مجموعة، المجموعات اللي جاية إن شاء الله برضو هنلتقي إن شاء الله معاهم بإذن الله في توقيتها إن شاء الله، سواء أنا موجود أو مش موجود أنا هاجي لهم برضو يعني هاجي معاهم برضو. إحنا بنتعاون مع وزارة التربية والتعليم، هنفتح فصول إعدادي إن شاء الله في مقر النادي، وهنتابعكم وهنتعاقد مع معلمين عشان تكملوا تعليمكم، وإن شاء الله بإذن الله المرحلة القادمة زي ما تفضل طبعا الكابتن الخطيب اللي أنا بتوجه ليه بكل الشكر، لأنه بالفعل رمز من رموز الدولة المصرية حقيقي، وبيتبنى دايما المبادرات القومية، فأنا بشكره على هذا الدعم ووجوده النهاردة في الاحتفالية، وإن شاء الله بإذن الله الدفعة الثانية نعلن النادي الأهلي أول مؤسسة رياضية خالية من الأمية إن شاء الله تعالى. الحمد لله بفضل من ربنا، يعني ربنا أنعم علينا أن النادي الأهلي ده نعمة، نعمة الكيان ده حاجة جميلة جدا. النادي الأهلي مش نادي رياضي بس، ده نادي اجتماعي، نادي وطنية، اهتم بالخطة المستدامة للدولة، اهتم ببناء الإنسان. وعيلة الأهلي عندنا العيلة دي عيلة جميلة جدا، يعني هدفها التنمية وأن كله بيساعد بعضه. عندنا اهتمام جامد جدا ببناء الإنسان. لما عرضنا الفكرة من لجنة المرأة على اللجنة العليا حازت إعجابها وأخذت الموافقة من الإدارة التنفيذية، ولقوا الإدارة التنفيذية إن الطلب ده بيتماشى مع برنامج عيلة الأهلي اللي من الأول خالص كابتن محمود حطه، فإن إحنا نهتم بالناس. وبعدين أحلى حاجة إن إحنا مننا فينا، العيلة هي اللي علمت النادي الأهلي بولاده، علم إخواته اللي هم موجودين، إخواتهم يعني الشباب والسيدات اللي في النادي الأهلي هم اللي علموا إخواتنا العمال. صراحة كانوا ميسرين الموضوع جدا وادونا دورة، وبعد ما خلصنا الدورة دي بدأوا ينظموا الأسماء ونزلوا أسماء أوريدي وبدأنا ندرس لهم. قعدنا فترة والحمد لله في ناس كتير ما كانتش عارفة تقرأ ولا تكتب،
دلوقتي ما شاء الله بيعرفوا يقروا ويكتبوا. بس طبعا تكملة المرحلة دي ان يتعمل فصول تانية للإعدادي والكلام ده كله هيديهم زي ما بقولوا بوشنج يعني على اساس ان هم يكملوا الموضوع. لما لقيت الفرصة دي في النادي متوفرة وكده فقلت ان انا اشارك معاهم، وبصراحة كانت تجربة حلوة قوي، وفرحة الناس النهاردة وهي بتستلم الشهادات وهم متعلمين الصراحة كانت عارفة عوضت كل التعب اللي احنا مرينا بيه في التدريب وكده. امبارح برضو حاجة بعيدة شوية عن الاحتفالية، لكن في حاجة كانت مهمة عملها كابتن محمود الخطيب، هو كان حرصه على تكريم البطل إبراهيم حماتو بطل تنس الطاولة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تابعناه طبعا في بارالمبيات واللي رفع اسم مصر وكان العالم كله بيتفرج عليه والعالم كله كتب عليه. كابتن حماتو كان ضيف على قناة الأهلي كمان في برنامج حصاد الأبطال مع كابتن خالد العوضي لو حضراتكم تابعته، وهو قال على الهواء، قال أنا بتمنى أن أنا أقابل كابتن محمود الخطيب، وهي قد كانت زي ما بيتقال. استقبله كابتن محمود الخطيب وكرمه. خلينا نروح نتابع جزء من الاحتفالية أو التقرير ده ونرجع نكمل. بشكركم طبعا وبشكر البيت الكبير النادي الاهلي، وطبعا كان ده من اسعد ايام حياتي ان انا موجود النهارده في النادي الاهلي. النهارده يمكن كابتن محمود الخطيب بادر بالتكريم كان قبل اي حد بابراهيم حماتو، ده شرف ليا ان انا ابقى موجود النهارده في النادي الاهلي البيت الكبير ومع الكابتن محمود الخطيب. شعوري طبعا ما اقدرش اوصفه لان يمكن لغايه دلوقتي انا حاسس ان انا بحلم، يعني كابتن محمود الخطيب وانا موجود في النادي الاهلي يمكن ده كان حلم كان الواحد بيتمنى في يوم من الايام ان هو فعلا يتحقق، والحمد لله رب العالمين يمكن اتحقق النهارده يعني بمساعده كابتن خالد العوضي. يوم الحلقه فعلا وعد الكابتن محمود الخطيب والنهارده بيوفي بالوعد، فده يمكن حاجه بالنسبه لي شرف. وتيشيرت النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب توقيعه عليه ده يمكن من اهم الجوائز اللي يمكن حصلت عليها في حياتي. هو احنا كلنا يعني زي النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها مستحيله بالنسبه له، احنا برضو ده الشعار بتاعنا ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل، يعني لو عايز تنجح ما تنتظرش ان حد ياخد بايدك، لا بايدك انت اللي هتنجح، لازم انت اللي تبادر. النهارده يمكن الحمد لله رب العالمين، يمكن انا صحيح ما حققتش ميداليه ولكن من التكريمات ومن اللي انا شايفه في العالم كله النهارده يمكن ده كان نتيجه تعب الفتره اللي فاتت، ودي كانت النتيجه وده يمكن افضل تكريم واحسن تكريم يعني. ان انا فعلا العب باسم النادي الاهلي في ثلاث بطولات اللي جايين دول المؤهلين لباريس 2014، وان شاء الله اكون ممثل النادي الاهلي ان شاء الله في الاولمبيات اللي جايه ان شاء الله. والله انا اهلاوي 100%، ويمكن النهارده يمكن الكابتن محمود برضو يعني اداني بريق الامل زي ما بيقولوا، ان شاء الله ان انا هكون ابن من ابناء النادي الاهلي قريب جدا ان شاء الله. يعني شرف لي انا وشرف لاي مصري النهارده ان ينضم للنادي الاهلي، وده طبعا يعني فعلا الاهلي فوق الجميع يعني. هي يعني كالعادة لفتة طيبة جدا من كابتن محمود الخطيب، يعني دايما هو حاضر في النوع ده من الامور. بص يا كريم، الانسانيات عند هذا الشخص صحيح. فعلا عاليه جدا، وسبحان الله كمان محبوب من الاطفال جدا يعني، فانا بحس ان بالذات الاطفال اللي بيحبوا بني ادم ده بيبقى كويس. انا ده يعني بشوفه فعلا بينطبق على كابتن محمود الخطيب. بس بسايد ده او الى جانب ده كمان في نقطه ثانيه، زمان برضو ومع احترامي طبعا للجميع، زمان كان الواحد بيعتمد في الماركتنج وفي الاعلانات والحاجات اللي زي كده الفنانين فقط. طبعا فئة محترمة جدا والقوة الناعمة في أي مجتمع، ولكن الأبطال اللي زي دول هم دول
اقول بقى اللي عايز اقول ممكن يكونوا معروفين على مستوى العالم اكتر على فكره كمان من الفنانين، لان دول بيمثلوا مصر في محافل دوليه والعالم كله بيتابعهم وبيخشوا منافسات مع العالم كله. ففكره ان شخص زي حماتو ده موجود وقد ايه عمل بصمه كمان في البارالمبياد، ويعني عايز اقول لك بجد احنا عرضنا ده كنا متابعين، كان حديث العالم وايكونز في الرياضه العالميه اتكلموا عنه وكتبوا عنه تويتس. ف هو ده اللي زي ما بتقول الان دايركت ماركتنج للبلد. فاحنا لو ركزنا وجبنا الابطال دول وهم دول اللي استخدمناهم في الاعلانات وفي الدعايه وفي يعني الحملات المختلفه بجد هيفرق بشكل كبير جدا جدا جدا. ومعاك هو من ناحيه كان مسار حديث العالم، فهو فعلا كان مسار حديث العالم لان هو لعب استثنائي بالمعنى الحرفي للكلمه، وبعدين مستوى تاني خالص بقى من التحديات اللي الناس دي بتخوض فيها. يعني بسم الله ما شاء الله. خلينا نروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضرتك. مرحبا بكم مره تانية. خلينا دلوقتي نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه. هيكون معانا مراسلتنا هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الخير عليكي، وانا وكريم نصبح عليكي طبعا وكل الساده المشاهدين سامعينك. اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهوانت ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل أخبار النادي الأهلي فرقه الرياضية المختلفة وكمان الأخبار الاجتماعية. خلوني في البداية كالعادة أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، المران هيبدأ في تمام 12 ظهرا استعدادا طبعا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم 16 أكتوبر أمام بطل النايجر فريق الحرس الوطني. خليني كمان اقول لكم انه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره كان صرح امس انه الفريق هيغادر للنايجر يوم 14 اكتوبر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق يعني ان شاء الله في بطوله دوري ابطال افريقيا. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ بكرة اليد. سيدات كرة اليد بيواصلوا تدريباتهم النهاردة، الأول هيكون عندهم تدريب بدني في صالة الجيم في تمام 5 مساء، بعد كده هيكون عندهم تدريبات فنية في صالة النادي الأهلي من الساعة 6 للساعة 8. كل ده طبعا ضمن الاستعدادات لمباراة غدا، المباراة هتكون أمام اتحاد الشرطة في تمام 6 مساء ضمن منافسات بطولة الدوري. المباراة هتكون على صالة اتحاد الشرطة، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خليني اقول لكم ان سيدات كرة اليد الحقيقة بادئين الموسم بشكل كبير جدا، يعني الحقيقة بيكسبوا فرق سكور كبير سواء على فريق ترسانة او مركز شباب ششت الانعام. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله يكملوا على هذا المستوى. كمان استكمالا الحديث عن تدريبات فريق سيدات كرة الطايرة، النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب في تمام 5:30 مساء. طبعا برضو بنتمنى لهم كل التوفيق، كل ده ضمن الاستعدادات للموسم الجديد. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة السلة. سيدات كرة السلة قدروا يحققوا فوز أمس على فريق الزهور بنتيجة 79-35 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني الحقيقة المباراة شهدت تألق كبير جدا من سيدات كرة السلة، قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 43-18، بعد كده الحقيقة قدروا كمان يعملوا فارق في السكور وينهوا الشوط الثاني زي ما قلت بنتيجة 79-35. يعني أيضا بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. خلونا بقى كمان نروح دلوقتي للعبة الكاراتيه. الحقيقة ان شباب وشابات وناشئين وناشئات الكاراتيه بالنادي الاهلي كانوا بيستعدوا جيدا الفترة الماضية، هيغادروا لطنطا يوم الاربع القادم يعني بقى عشان منافسات النهائية من بطولة الدوري كوميتي. البطولة هتكون من يوم 18-21 وبتضم 22 فريق. يعني الحقيقة ان فرق النادي الاهلي عندها حماس شديد، عايزة تحافظ على درع الدوري وطبعا تعمل انجاز جديد للنادي الأهلي، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. خلوني كمان يا نهواندو يا كريم أنقل لكم الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي، درجة الحرارة دلوقتي 27. وخلوني كمان أقول لكم أنه حديث داخل النادي دلوقتي بين الأعضاء كله عن حفلة أمس، طبعا الاحتفالية بذكرى نصر حرب 6 أكتوبر. الحقيقة طبعا كلنا شاهدناها، كان في تغطية خاصة على شاشة قناة
النادي الاهلي كانت احتفاليه اكثر من رائعه طبعا بتليق باسم النادي الاهلي اللي الحقيقه دايما بيكون حريص على دوره المجتمعي والمشاركه الفعاله طبعا في المجتمع، وده طبعا بنشاهده من خلال الاحتفاليات وكمان المبادرات. يعني الحقيقه كلنا فخورين اننا بننتمي لكيان مثل كيان النادي الاهلي. يعني دي كانت ابرز الاخبار من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مشكوره جدا على هذه التغطيه يعني هنا، شكرا لك. ومن مقر النادي الاهلي بالجزيره الى مقر جريده البوابه نيوز وزميلتنا العزيزه سنه حامد اللي هنتابع معها اهم الاخبار الرياضيه في كل الصحف والمواقع. سنه صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي وجوله صحفيه جديده هنا في فقره طبعا الصحافه، ولكن النهارده ان شاء الله هتكون من جريده البوابه نيوز. هطلعكم يعني طبعا على كل الاخبار يعني الرياضيه سواء في الصحف العالميه او الصحف المحليه، وخليني ابتدي معاكم النهارده باول خبر من يعني جريده البوابه نيوز. منتخب مصر وليبيا رفعان شعار لا للتعصب في تصفيات المونديال. طبعا زي ما احنا عارفين النهارده ان شاء الله يعني في مباراه مهمه هتجمع ما بين المنتخب الوطني منتخب مصر طبعا تحت قياده المدير الفني المستر يعني كارلوس كيروش، واللي النهارده ان شاء الله يعني عنده مواجهه مهمه مع منتخب ليبيا في ثاني مباراه طبعا في تصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله كاس العالم 2022. يمكن النهارده ان شاء الله يعني منتخب مصر عنده اللقاء في تمام الساعه 9 مساء على ملعب بنينه في مدينه بنغازي الليبيه، واللي هيدير اللقاء النهارده ان شاء الله طاقم التحكيم طبعا تحت قياده الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوماز، واللي هيدير النهارده اللقاء ان شاء الله مرتقب ما بين منتخب ليبيا ومنتخب مصر. كمان يمكن خلينا نتكلم شويه عن يعني الروح الطيبه والروح المعنويه اللي كانت موجوده ما بين منتخب مصر وليبيا. يمكن شاهدنا طبعا في المباراه الاولى في لقاء الاشقاء روحا معنويا وروح يعني طيبه لم نشاهدها من قبل من فتره طويله يعني في المباريات، على ان التصفيات الافريقيه التي ياخذها المنتخبان هي تصفيات رسميه، يعني المباريتين دول يعني مباريات رسميه مش مباريات وديه، والكل يعني طبعا عايز ان هو يفوز ويفرح يعني جماهيره سواء في بلد يعني ليبيا او طبعا هنا في مصر. فيعني الكل طبعا بيسعى ان هو يعني يتاهل للبطوله الاقوى في العالم بطوله كاس العالم 2022. كمان يعني شهد المعسكر الفريق في برج العرب معسكر فريق منتخب مصر ومنتخب ليبيا تعرف على بعض، بالاضافه الى ان يعني الفرعون المصري محمد صلاح التقى يعني ببعض لاعبي منتخب ليبيا وتبادل السلامات وتحدثوا عن الكوره في اوروبا، وكمان اكد مسؤولو بعثه المنتخب انهم تلقوا يعني استقبالا يليق باسم الفراعنه فور وصول البعثه للاراضي الليبيه. كمان تاني خبر معانا النهارده من الشرق الاوسط، فرنسا بطلا للامم الاوروبيه بفوزها على اسبانيا. طبعا زي ما كلنا شفنا يعني او العالم كله اتفرج يعني على المباراه امبارح ما بين منتخب فرنسا ومنتخب اسبانيا. توجت فرنسا باللقب النسخه الثانيه من دوري الامم الاوروبيه لكره القدم بعد ان عوضت تاخرها بهدف الى الفوز بنتيجه 2-1 على اسبانيا طبعا على ملعب سان سيرو، وافتتحت اسبانيا التسجيل يعني عبر لاعبها ميكال في الدقيقه 64. وكمان يعني بالنسبه لمنتخب مصر الهدف الاول ليها احرزه نجم منتخب فرنسا كان احرزه يعني نجم منتخب فرنسا كريم بنزيما في الدقيقه 66، وطبعا هدف الفوز والهدف الثاني احرزه امبابي في الدقيقه 80. كمان الخبر الثالث معانا النهارده من جريده الجمهوريه، متفوقا على رونالدو الفيراري الاغلى في فانتازي البريمير ليج ودون يواصل تحطيم الارقام. طبعا يعني عارفين كل العالم وكل الجماهير بيحبوا ان هم دايما يلعبوا لعبه فانتازي بريمير ليج. يمكن لعبه فانتازي يعني بتضع اسعارا افتراضيه لكل لاعب حيث تتراجح ما بين الصعود والهبوط حسب المستوى، واصبح الفرعون المصري نجم يعني منتخب مصر وليفربول محمد صلاح صاحب السعر الاعلى في اللعبة حاليا. يعني يمكن سعره في اللعبة وصل ل 12 مليون و700 ألف جنيه استرليني، وده طبعا بفضل تألقه اللافت يعني خلال المراحل السبع الأولى للبطولة هذا الموسم.
كمان طبعا نجم منتخب البرتغال وفريق مانشستر يونايتد الدون كريستيانو رونالدو واصل كسر الارقام القياسيه في عالم الساحره المستديره بعدما حطم رقم زميله السابق في ريال مدريد راموس وتجاوزه في قائمه فرديه على مستوى الدولي. طبعا الخبر اللي معانا النهارده الرابع والاخير من اليوم السابع منتخب المانيا ضيفا ثقيلا على مقدونيا الشماليه بتصفيات كاس العالم 2022. يمكن طبعا النهارده برضو في مباراه مهمه غير مباراه منتخب مصر وليبيا، في مباراه المانيا ومقدونيا الشماليه اللي هتكون النهارده ان شاء الله في تمام الساعه 9 الى ربع مساء على يعني الاستاد طبعا اللي هيلعبوا عليه الفرقتين، وده هيكون ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. يمكن طبعا خليني أقول لكم أن منتخب ألمانيا هو متصدر الجدول الترتيب للمجموعة العاشرة بتصفيات أوروبا وفي رصيده 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة وحيدة، ده بالنسبة لمنتخب ألمانيا. بالنسبة لمنتخب مقدونيا الشمالية رصيده في المجموعة 12 نقطة، ده بعد ما يعني حصل عليهم من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة. طبعا يا نهاوند ويا كريم كانت كل اخبارنا النهارده الرياضيه سواء طبعا في الصحف المحليه او الصحف العالميه، بشكركم جدا والان العوده مره اخرى للاستوديو وكلم الكريم. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه سالة حامد، واكيد مكملين مع حضراتكم سلسله اخبار. احنا مكملين فعلا وهننتقل دلوقتي الخبر بجد حاجه كانت محترمه جدا جدا جدا. يمكن هنتكلم ونعيد تاني نقول نجومنا المصريين رافعين راسنا، وامبارح لسه كنا بنتكلم عن بيج رامي يا كريم. صحيح. النهارده هنتكلم عن شخصيه ثانيه وهو محمد صلاح اللي تلقى دعوه من الامير البريطاني ويليام، وهو يعني طبعا مع عدد كبير من المشاهير، وهو رمز هناك على فكره مش قليل. محمد صلاح هناك مش بس عندنا في مصر او في الوطن العربي، لا هو حتى هناك في انجلترا وفي العالم كله حاجه يعني شخصيه فعلا فعلا محترمه. دعوه لحضور حفل جائزه ايرث شوت الاولى من نوعها، ده هيكون يوم 17 اكتوبر في لندن، وهيقام الحفل هناك لتوزيع بعض الجوائز من بينها جائزه ايرث شوت، وهي جائزه يعني عباره عن ايه، هي جائزه بيئيه عالميه للتعامل مع تغيير المناخ، يمكن اتكلمنا عنه كتير قوي انا وكريم. صحيح. في 10 الصبح. وكمان مفروض تقديم حلول مبتكره لاصلاح الكوكب. هيتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية، ده من بين أكتر من 750 ترشيح من جميع أنحاء العالم، وبعد كده هيتم إعلان أو الإعلان عن خمس فائزين في يوم 17 اللي هو يوم الحفلة، وهيحصل كل منهم على 1,000,000 جنيه استرليني ودعم كمان مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية. من بين برضو النجوم اللي تمت دعوتهم يعني عايزة أقول لحضراتكم إيما واتسون وكذا كذا اسم من النجوم البريطانيين المحبوبين جدا هناك. محمد صلاح هنقول تاني يعني هو لاعب كرة قدم، بس هو لاعب كرة قدم الوحيد المدعو لهذا الحفل، فحاجة أعتقد كمان محترمة وملهمة للشباب، وزي ما كنت بقول لحضراتكم هو شخصية محبوبة جدا ونايلة احترام الجميع في تحديدا انجلترا، فحاجة أكيد حلوة. دايما مشرفنا ومصيطنا مو صلاح، وطبعا يعني معدي بقى هو كل مراحل النجومية أكيد في انجلترا. فاصل سريع جدا ونبدأ أول فقراتنا الحوارية، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، والفقره دي معانا بطل من ابطال مصر في الجودو، وهو اعتلى منصات التتويج كتير جدا وحصد ميداليات كتيره جدا ومتنوعه في مختلف المنافسات، لكن قرر فجاه ان هو يعتزل من كام شهر. هيقول لنا اكيد كواليس اتخاذ قرار زي ده، لان ده قرار صعب جدا، ونعرف كمان اللي جاي بالنسبه له ايه. خلينا نرحب بكابتن حاتم عبد الاخر لاعب منتخب مصر السابق للجودو، وهو احد الرياضيين والابطال اللي انا بصراحه عامله له فولو على السوشيال ميديا، لان هو فعلا نموذج يعني محترم جدا. صباح الفل. اهلا بيك. اهلا بيك وميرسي على التقديمه الجميله دي، واهلا بيك. نور ربنا يخليك. سعيده جدا. واكيد السؤال البديهي يعني ايه اللي خلاك تعتزل؟ والله جه الوقت، يعني انا طول عمري، انا دلوقتي بقالي 17 سنه في منتخب مصر الرجال، وطول عمري عندي قدره من العطاء كبيره قوي في التدريب، في ان انا يعني اتدرب كل يوم بيبقى 6 ساعات في اليوم والحاجات دي كلها. جه الوقت ان انت بتلاقي نفسك الكيرف خلاص، يعني الكيرف بيقل التدريب والعطائك واحده واحده بتلاقيه مش زي الاول، وحتى البرفورمانس والحاجات دي كلها. فبيجي الوقت لازم تقعد مع نفسك واقفه كده اللي هو لا خلاص
ده الوقت يعني خلاص اتس تايم. ده الوقت كانت وقفه سهله ولا صعب؟ اصعب قرار في حياتي ولحد النهارده يعني متهيالي ده بياخد وقت كبير عشان تبتدي تادجست او تتاقلم في الحياه من غير الكم من التدريب ده وكم من الافكار للبطولات وعندك بطوله بتحضر لها فبتعمل جاب كبير. اختلفت شويه. انت قلت لنا قبل الهوا ان لسه لحد دلوقتي بتروح. لا انا بروح عادي جدا يعني هم حتى حتى مستغربين انت ايه اللي انت جاي بتعمل ايه؟ انت بطلت ولا ما بطلتش ولا ايه؟ ولا ايه ظروف؟ انا لسه مش معرفهم قوي يعني لسه ايه. بس 35 سنه عمرك يعني مش كبير برضه يعني في ناس كملت بعد كده. لا انا ما فيش حد لا انا مش بتكلم في الجودو تحديدا يعني ان جنرال في لعيبه وابطال بيوصلوا ل 40 وبيكملوا. اشمعنى الجودو؟ الجودو لعبة صعبة قوي يعني الجودو لعبة بتحتاج حاجات كتيرة جدا يعني بتشتغل على أضلع كتيرة قوي أضلع فتنس وقوة بدنية وتكنيكات عالية وهي أصلا لعبة متعبة يعني هي كلعبة التحام لعب الالتحام عامة لعبة متعبة جدا وبتحتاج قوة بدنية عالية جدا بتحتاج تدريبات تأهيل أعلى من يعني أعلى من اللازم فعمرها بتبقى مفترض اقل من الاعمار العاديه لان بتحتاج مجهود ف 35 دي انا جبت اخرها خالص لكن يعني. حتى لو وصلت ل 35 ومحتفظ بلياقتك ومحتفظ بقوتك يعني يعني مش مش شايف مظاهر لنزول الكيرف زي ما انت بتقول يعني لا يعني انا جبت انت ادرى طبعا لا بس يعني هي نزول الكيرف مش في الكيرف على قد ما هي احتياجات اللي لازم تعملها عشان توصل للاعلى بيرفورمنس دي هي الـ وانا يعني انا في عمري الرياضي مش هبل ان انا يعني اتمرن نص تمرين واروح بطوله وانا مش في تقدم نص اداء وتقدم نص اداء يعني ما تعودتش على كده واول ما ابتديت احس ان هي لا هتبتدي كده لا يعني خلاص وشفت امثله كتيره حد ممكن حد يبقى عايز يدوس اكتر من ما يعني وتبقى مش يعني النهايه ما بتبقاش فيعني تهيالي ان ده كان القرار الوقت المناسب ان اعتزل فيه واوجه الطاقه دي في حاجات تانية يعني احنا نتكلم في اللي جاي اكيد عايزين نعرف بعد يعني بطل ومثلت مصر باشكال مختلفه بطولات كتيره اللي جاي ايه بس قبل كده خليني اسالك سؤال معلش هو ستريت فورورد طبعا شور يعني هل برضو كابتن حاتم عدم تاهلك للاولمبياد كان سبب في الاعتزال ولا لا بصراحه لا ملهاش علاقه وانا كنت واخد القرار اصلا من قبلها أوكي. يعني وكمان اخر سنه دي جات لي حاجات كتيره قوي ظروف خلت كمان انا يعني عمالي يعني جات لي كورونا قعدت فيها شهرين فكانت طبعاً يعني ما عدتش فيها اسبوع واسبوعين والحاجات دي لا كانت يعني اجريسيف بشكل فظيع ونزلت على الصدر وحاجات دي في وسط التاهيل وانا اصلا كنت مدي قرار ان هي خلاص دول اخر اربع شهور يعني 100% فكذا حاجه كده فانا كنت يعني خلاص حسيت ان ده اللي هو خلاص دي اخر المنتخب بشكل عام كان ماشي كويس قوي في مرحله ما قبل الاولمبياد لا خالص لا فعلا لا حتى من مرحله فقط ده انا عايز اوصل بس معاك عشان ايه اطبطب يعني على السؤال عشان اقول لك في الاخر طب احنا ما عملناش اي لقطه لا حلوه لا خالص المكالمه ما كانش ينفع ليه طب ليه ده كان حاصل يعني برضو انا بقولها لك ستريت فورورد من الاعداد ده مش اعداد اولمبياد خالص يعني اللي كان اللي حصل قبل هل عشان ظروف كورونا مثلا ظروف كورونا مخليه كل حاجه صعبه ده طبعا ده رقم واحد مخليه كل اجراءات السفريات صعبه وكل اجراءات المعسكرات صعبه بس ما كانش يعني في دول عارفه طبعا تتاقلم عشان معاها فيز والحاجات دي كلها احنا ما عرفناش نتاقلم واضحه وصريحه يعني هقولها لك احنا ما عرفناش نتاقلم ونعمل الاعداد الكافي للاولمبياد يعني بس ده او دي البوينت الوحيده دي بوينت مهمه جدا ولا في مشكله تانية مثلا خاصه بحاجات احنا ما نعرفهاش او كواليس في طبعا ورا الكواليس بيبقى في حاجات كتيره جدا يعني بس يعني يعني المين ان الاعداد مش كافي خالص لان دلوقتي اللعبه التنافسيه عاليه جدا الكومبيتيتيف ليفل عاليه قوي انت بتاخد اول 18 واحد على العالم بس في لعبه فيها 170 دوله بت 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 بتلعب فيها وفي منهم 60 70 دوله ما بيهرجوش يعني دلوقتي كمان كان زمان اليابان روسيا جورجيا مش عارف ايه دلوقتي مفيش دوله في العالم مش مميزه لا مش مميزه وكله عارف الطريق ازاي والوعي عالي قوي فكله عارف الطريق ازاي للميداليه ف كله جامد طب يعني بالمناسبه يعني برضو خلينا احنا كمان نعرف ايه الطريق المناسب والله طريق سهل جدا بس احنا طول عمرنا مصعبينه على نفسنا
الطريق انفستمنت واعداد ومعسكرات خارجيه وبطولات، بتفضل في التور، انت في التور، احنا في تخبط في التور غير طبيعي. التور يعني انت تطلع بطوله وبطوله مش عارف الفيزا مش عارف ايه بطوله الفلوس ما جاتش مش حاجات ما يعني ما يعني كل دي عراقيل عندك عراقيل عراقيل والموضوع فيري سيمبل يعني الموضوع سهل قوي. معسكرات وبطولات، طول ما انت تفضل في التور طول السنه هتخسر البطوله دي هتكسب البطوله اللي بعدها هتكسب هتلاقي نفسك في اخر السنه معاك 4-5 جراند بري من 11 بطوله لعبتها لان انت جوه المعسكرات مره هتكسب ومره تخسر مش كل واحد بيكسب كل أكيد لان زي ما بقول لك في دول كتيره جدا جامده انت في اليابان في 4 في كل ميزان كلهم معاهم ميداليه في بطوله عالم روسيا نفس الشكل هي اليابان منبع الرياضه ولا ولا دوله ثانيه لا اليابان يبقى في 18 مليون ياباني بيلعب جودو يعني انت لك انت تخيل يعني عايزين 7 بس يعني هو السلكشن ان هم يجيبوا 7 تخيل ال7 دول عاملين ازاي هو بطوله اليابان اصعب من بطوله العالم يعني بطوله اليابان الياباني يجيب اول في اليابان هو حل 3/4 مشاكله يعني طبعا هو بيبقى بطل العالم مش عارف يطلع بره اليابان كده يعني انا بالنسبه لان احنا عندنا امل باريس 2024 لا راحت لا لا ان شاء الله في امل والله كلام بصراحه بقى الفتره دي اصرفي نظر بقى اصرفي نظر لا نصرف نظر لا لا والله ولا في امل لا في امل طبعا ان الموضوع بيرجع لو تتفق معايا معلش انا مش بقطعك بس يعني عشان استكمالا للنقطه بيرجع للاتحاد انا كاتحاد لازم اعد اللعيبه صح ما عملتش كده خلاص ما هي دي الموضوع بس الصراحه التوجهات دلوقتي من الوزاره ومن كل من رئاسة الجمهوريه من كل حته ان صراحه التركيز مع الرياضيين جدا شيل اي عراقيل بقى قدام اي رياضي الكلام اللي بس انت قلته ده مش عايزينه اصلا هو ان شاء الله يعني ان شاء الله الفتره الجايه احسن بكتير من الفتره اللي فاتت واحنا كنا ماشيين كويس شويه الى حد ما بس هي اخر سنتين دي الدنيا لخبطت خالص اخر سنتين أوكي. انت عموما بعد الاعتزال برضو ما بعدتش خالص عن الجودو باي حال من الاحوال فتحت اكاديميات لتدريب انا فاتح اوريدي بقالي 7 سنين لان انا حياتي كلها في الجودو انا ابتديت جودو من وانا عندي 3 سنين وبقالي 3 سنين من وانا عندي 3 سنين لان بابا اصلا لعيب جودو اوكي فدخلنا الجودو طبعا على طول توريث يعني أكيد. يعني انا ابني برضو دلوقتي جودو دي حاجات ما لهاش فحياتي كلها في الجودو فانا اوريدي فاتح احنا الاوبجكتيف ده او الابروتش ده واخدينه من 7 سنين ان احنا عايزين انشر اللعبه باكتر قدر لان ليها قيم مع الجودو كتير قوي قيم اخلاقيه وليها تعاليم كتير قوي جنب الجودو يعني مش الجودو ده مش جودو بس ان انت تعمل ازاي توقع ولا لا احنا عندنا فيها حاجات جوانب كتيره قوي بنعلمها للولاد حتى في اليابان بياخدوها كجوه الدراسه يعني جوه الدراسه اللقطه بتاعت محمد رشوان طبعا دي عمرها ما تتنسي والعالم كله وقف قدامها كتير قوي لحد النهارده والله لحد النهارده بنروح اليابان ولا انا عارفه كمان ان هو اصبح يعني بابليك فيجر في اليابان لا ده من يوميها ده بابليك فيجر كبير جدا لحد النهارده احنا النهارده لحد النهارده ماشيين لقطه في غايه الاحترام منه الحقيقه طبعا 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 وهم لحد النهارده كابتن رشوان ده هناك يعني وعندنا احنا كمان يعني طبعا كابتن رشوان ده استاذنا كلنا يعني فانا اللي بنحاول اللي كنت عايز اقوله ان احنا بنحاول برضو ننشر هذا التعليم للولاد وباكبر قدر من العدد من الولاد ان هم نحفر فيهم التعاليم دي ونحفر فيهم القيم دي لان هتلاقي كل لعيبه الجودو حتى كبار كلهم بيسلموا لبعض يعني تعرف على طول ان ده من باك جراوند جودو في بيتعامل بطريقه معينه هتلاقيه بيتعامل مع المدرب بتاعه بطريقه معينه مع الاكبر منه بطريقه معينه مع حتى التيم ميتس بتوعه والزملاء بتوعه في التمرين والكلام ده كله بطريقه معينه فده اللي برضو بنحاول ننشره باكبر قدر حتى دلوقتي دخلنا على المدارس كمان وبقينا في المدارس حتى بندي الابروتش ده هنا في مصر وقلنا لهم وعملنا الكلام ده كله يعني حتى دلوقتي طب بالنسبه للمشاركه بقى للبنات والمشاركه الناعمه زي يعني برضو احكي لنا عنها لا ده احنا عندنا انا يعني انا بشجع الموضوع ده اكتر كمان في البنات لان ده نوع من انواع الدفاع عن النفس مطلوب جدا دلوقتي وبعد كده في زي مفاهيم غلط ان البنت ما بتلعبش جودو دي هتعضل ومش عارف ايه تصلح لنا بقى فعلا لا طبعا الكلام ده بالعكس ده بيخليها يعني
فت اكتر وبيخليها كل وعندها كونفيدنس اكتر وثقه بنفسها اكتر وبتعرف تدافع عن نفسها. يعني انا شايف ان هي مهمه اكتر للبنات اكتر من الولاد. مش هنحتاج قوانين بعد كده اللي هنخلص. يعني على طول يعني في نسبة عندنا كبيرة. بنات كتيره جدا في الاكاديميه قوي. كتير من الاباء والامهات اللي عندهم اطفال يعني طبعهم خجول الى حد ما ما بيعرفوش ياخدوا حقهم. النوع ده من الامور دايما بيفكروا انه يخلوا اولادهم يمارسوا اي رياضه من الرياضات القتاليه زي الجودو زي التايكوندو زي الكاراتيه الكيك بوكسنج الى اخره. هل الرياضه دي احنا بنتكلم على الجودو طبعا هل لازم لها حد ادنى من القوه البدنيه عند الطفل عشان يصلح للاستمرار في هذه الرياضه؟ لا احنا طبعا يعني حتى لو ولد جه ما عندوش الامكانيات دي فاحنا مهمتنا ان احنا نعزز له الامكانيات دي. يعني احنا اوريدي بنعمل مش بنلعب جودو بس احنا بنعمل تمارين فيتنس وبنعمل تمارين قوه بدنيه والحاجات دي كلها لان هي ده اللي بيتاسس عليه بقى. بنبني عليه لحد ما الولد بيبقى عنده 14 15 سنه بيبقى اوريدي اتاخد المشوار ده كله يعني ان هو يبقى اتاسس في الكلام ده كله. فطبعا لا مهم جدا التمارين البدنيه وبعد كده دلوقتي كمان التمارين البدنيه بقت مهمه في كل حاجه في الكوره في الهاند واي حاجه دلوقتي طبعاً. البدني بقى اهم من احنا دلوقتي حتى في الجودو البدني بقينا بنركز عليه اكتر من الجودو خلاص. الجودو انت شربته خلاص اكتسبته خلاص يعني البدني بقى هو اللي لازم يفضل مكمل معاك الماتش كله والكلام ده كله. حلو. انا هسالك سؤال جريء. انت عماله تسالي اسئله لا مش عارفه قولي والله اسئله بتجيب بعض. دلوقتي انت كنت يعني بطل وتابع لاتحاد هل واكيد شفت ايجابيات وسلبيات حاجه طبعا قدام ممكن ان انت ترشح نفسك في الاتحاد علشان الحاجات او يعني السلبيات اللي كانت موجوده والمشاكل اللي كانت موجوده ان انت بقى تعالجها مع الاجيال الجديده اللي جايه ولا بصي انا لا. انا يعني طبعا اللي انت بتقوليه ده الايجابيات والسلبيات شفت حاجات طبعا 17 سنه في منتخب الرجال فيعني شفت كل حاجه بس انا وجودي في الملعب انا مش اداري مش حابب تبقى يعني لا يعني حابب ان انا مثلا اقول لحد ازق حد انا اكون شايفه ان هو بس انا في الفيلد انا في الملعب يعني انا احب ان انا امرن هتلاقيني انت عارف انا ليه بسالك السؤال ده لان عندك شغف جدا باللعبه والرياضه حتى بعد زي ما انت كنت بتحكي لنا ولسه حبقت البيزنس بتاعك برضو تابع لهذه الرياضه ففكره ان انا اكون بحب الرياضه دي جدا فعايز اغير فيها علشان الاجيال اللي جايه تبقى في ليفل تاني حتى احسن من اللي انا كنت فيه فعشان كده انا حبيت اعرف هل ده تفكيرك ولا لا. يعني انا حتى وانا بلعب ال 15 سنه 17 سنه دول انا يعني واخر بالذات 10 سنين بعد ما الواحد كبر ونضج وبقى بيشوف اكتر نظرته لل وانت بتلعب انت بتحاول تغير يعني وانت بتلعب اصلا انت بتحاول تغير وبتحاول تشوف مين اللي ممكن يبقى يصلح ان هو يقود هذه المنظومه بشكل كويس ويعني لان احنا من حبنا للعبه دي حريصين عليها جدا حريصين عليها وبنزق دايما بس انا شايف ان انا يعني انا وجودي في الملعب يفيد اكتر من الشغل الاداري طبعًا. يعني شغل الملعب انا بحبه اكتر احب ان انا امرن احب ان انا يعني حتى هتلاقيني دلوقتي في الاكاديميات عندي بنزل وماسك الولاد وبتمرن معاهم انا بشوف يعني بصراحه يعني لازم كريم يعمل لك يعني هتلاقيني على طول اكيد يعني فانا بحب الاكشن اكتر من بالمناسبه هل في حد اقصى للعمر لاي طفل عشان يبتدي يمارس فيه الجودو؟ يعني انت قلت ان انت ابتديت من سن 3 سنين وبطبيعه الحال اي رياضه لما تمارس من الصغر اكيد بيبقى يعني ده احسن اكيد للشخص لكن هل في حد اقصى؟ لا طبعا احنا بيجي لنا ناس 35 ولسه بيبتدوا 35 بس ده بيبقى هاوي بقى مش بيبقى هاوي بيبقى هاوي خلاص بس لا مفيش يعني كابتن رشوان نفسه مبتدي متاخر كابتن رشوان مبتدي 15 سنه اظن يعني اظن يعني على حد علمي كان ان هو ابتدى اوريدي 15 سنه بالله ما شاء الله طبعا يعني بطل اولمبي وبطل عالم فلا ملهاش يعني بس طبعا كل ما بيبقى بدري اكتر كل ما بيبقى احسن تاثير يبقى نسبتك لل وتاسيسك نسبتك للتميز وتاسيسك بيبقى احسن بكتير نورتنا بجد جمهور الاهلي اكيد مبسوط انا اهلاوي صميم على فكره كلنا عارفين طبعا نورت قناه الاهلي ربنا يخليكم ميرسي جدا على الاستضافه دي وسعدت والله شكرا لك كل التوفيق وبنستاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان اخر فقره بقى من فقرات حلقه النهارده اتفضل شكرا ميرسي اهلا بيكم مره ثانيه طبعا احنا متعودين نتكلم دايما عن الكره العالميه في كل اسبوع ولكن اكيد مع التوقف الدولي لازم نتكلم عن التصفيات المؤهله للمونديال وتحديدا التصفيات الافريقيه
واكثر تحديدا مجموعتنا وماتش مصر وليبيا النهارده اكيد بشكل استثنائي يعني هنتكلم عنه. هنتكلم عن كل هذه الامور مع ضيفنا اللي منورنا الناقد الرياضي الاستاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي. يا صباح الخيرات على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل على حضرتك استاذ محسن، اسم كبير طبعا وشغل كمان عظيم في السابق ولقاء مع كريستيانو يعني رونالدو كان اسعدنا جميعا حقيقي وكان حاجه محترمه جدا. خلينا بقى نبدا مع حضرتك ونتكلم عن المباراه اليوم اللي اعتقد ما فيش حد بقى في جمهوريه مصر العربيه صحيح. عنده غير هذا الشعار، يفوز يا بلاش، ما فيش بديل تاني. ف وجهه نظر حضرتك برضو احنا ازاي مصعبين الموضوع قوي كده؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا اللي صعبنا الموقف على نفسنا، يعني احنا اللي وصلنا لهذه المرحله مش بالاداء، بنتيجه المنتخب قدام في مباراه الجابون اللي في الجوله الثانيه، التعادل اللي ما كانش ليه اي معنى خالص، وكان حتى كان ممكن يبقى هزيمه لولا الهدف في الوقت المتاخر لمصطفى محمد، هو اللي وصلنا للمرحله دي وخلى المنافس اللي هو قدر يستغل طبعا تعثرك اللي هو منتخب ليبيا وفاز في الماتشين وجمع 6 نقاط، خلاك انت خلى الجوله الثالثه والجوله الرابعه بقت اشبه بالمصير، يعني بي اور نوت بي طبعا. بالنسبه للمنتخب مصر ومنتخب ليبيا في نفس الوقت. فالمنتخب في الجوله الاولى في الجوله الثالثه عفوا المباراه الاولى اقصد يعني يوم الجمعه حقق المهم، ولكن يتبقى الاهم. أيوة. الاهم اللي هو مباراه النهارده. مباراه النهارده بقى عنده فيها الضغوط اقل شويه بحيث ان هو يا يفوز او يتعادل، يعني يرفع شعار لا للهزيمه، لكن في وجهه نظري عشان تريح نفسك من الضغوط ان انت لازم تكسب، لان الفوز بيعني المنتخب مصر النهارده ان انت بتطرد المنافس خالص، لان انت بتبقى 10 نقاط وهو 6، بيدي لك اريحيه ان انت لا قدر الله لو تعثرت حتى لو بهزيمه في اي ماتش من الاثنين مفيش اي مشاكل خالص تتاهل، انت بالعكس هتحتاج نقطه واحده من الماتشين. بس في المقابل اللي حضرتك بتقوله ده هيخلي بطبيعه الحال فريق الليبي النهارده او المنتخب الليبي النهارده يقدم اقصى ما عنده طبعا. وخصوصا صحيح. كمان المدرب يمكن الماتش اللي فات ما نزلش بكل كروت الرابحه بتاعته غير يمكن في الجزء الاخير من المباراه زي حمدي اللهوي، عشان كل مباراه لها ظروفها، يعني يعني اذا كان منتخب مصر رافع شعار لا للهزيمه فهو رافع شعار الفوز وحده، يعني مفيش اي حاجه ثانيه، يعني الفوز ولا شيء او ليس اي شيء اخر. من الدقايق الاولى ده معروف ان هو هيهاجم يعني بالظبط، ودي طبعا سلاح ذو حدين، لان اذا كانت الضغوط على منتخب مصر في مباراه برج العرب فالنهارده كل الضغوط على منتخب ليبيا بالزبط. اللي اكيد منتخب مصر بيتفوق عليه بعنصر الخبره والتاريخ وما الى ذلك، لكن المنتخب الليبي بكل امانه بيتفوق بعنصر وحيد النهارده مهم جدا ولا يمكن يغفله، هو الحماس الشديد. حماس بيلعبوا بقى على انهم على ارضهم، طبيعه الدربيات العربيه ده بيبقى فيها الحساسيه عاليه جدا، تحديدا شمال افريقيا، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ودلوقتي بقى معاهم كل الدول اللي فيها عندها نزعه قبليه الى حد ما بتلاقي في تعصب موجود، يعني ما طالما في اطار الكوره مسموح بيه مفيش اي مشاكل. فالنهارده المباراه طبعا لا تقبل القسمه على اثنين، انا في وجهه نظري لو انا المدير الفني لمنتخب مصر لازم اخرج من هذه المباراه ب3 نقاط لاقطع الشك باليقين واصحح كل اخطاء. انا عشان اوصل لده برضو عشان نفهم دماغ كيراش هتبقى ماشيه ازاي، انا هعتمد على الهجمه المرتده خصوصا زي ما بقول لحضرتك الجميع بيتوقع من ليبيا الهجوم من دقائق ده لو ما كانش الثواني الاولى هل انا هعتمد على ده ولا انا هبتدي لا انا عايز اخطف في اول كام دقيقه كده جول مثلا؟ هو ما حدش لسه عارف دماغ كيروش فيها ايه، لان هي مباراه واحده. من وجهة نظر الصح طبعا اللي هو يمتص اكيد يعني يمتص حماس المنافس، يعرف الاول هو هيلعب ازاي في البدايات، لانه اكيد حتى لو مع طبعا التسليم بكلام حضرتك ان هو هيكون الهجوم ولا شاغر الهجوم من الثواني الاولى كمان، لكن ده هيكون على حساب الجوانب الدفاعيه، ما ينساش ان الجوانب الدفاعيه لمنتخب ليبيا هتواجه الجانب الهجومي لمنتخب مصر اللي فيه محمد صلاح ومرموش ومحمد صلاح محمد والبقيه، فده طبعا جزء لا يمكن اغفاله، يعني هو لو هاجم بالشكل ده منتخب ليبيا فهو فتح الطريق الى منتخب مصر او مهاجم منتخب مصر يسجلوا من البدايه والكلام ده كله. طب في مباراه زي النهارده يعني هل يعني المباريات اللي بالشكل ده او اللي من النوع ده هل بتحسم بالاداء الفردي بالمهارات الفرديه للاعبين ولا بالفكر الخططي للمدربين؟ لا دي مباراه تكتيكيه من الدرجه الاولى، يعني المباراه التكتيكيه هو النهارده مش مهم، ما حدش في مصر يدور على الاداء، يعني مثلا لو فزنا ان شاء الله ما حدش هيقول بس الاداء ما كانش حلو، لا دي مباريات تكتيكيه، التكتيك يبقى فيها الاساس فيها المدرب، يعني النهارده بنسبه يمكن 60 70% المدرب ويقدر هو يوظف قدرات لاعبيه، يعني ممكن مثلا تلاقي لعيب مهم جدا ما لعبش مش مشكله، مش ده المهم، المهم ان هو يقدر يخرج بالمباراه لبر الامان اللي هو عنده تو اوبشن النهارده الفوز والتعادل بس، مش مسموح بالتاني، وعلى ان يستغل طبعا اندفاع المنافس، لان كل دقيقه بتعدي والمباراه 0-0 زي ما بدات هو ضغط على المنافس وليس عليك انت، فده في صالحك انت ان هي لو انتهت المباراه زي ما بدات فده في صالحك، يعني ده هتبقى حاجه كويسه لو حصل كده. يعني طيب استاذ محسن في ناس
تنتقد ان انت ازاي عندك محمد صلاح مثلا، ادي مثال بمحمد صلاح ولاعيبه يعني محترفه أكيد. ودوليه وما احرزتش جول، وركزوا على محمد صلاح تحديدا، فوجهه نظرك برضو هل انا اقدر الومه ولا قصه ملهاش علاقه بالكلام ده يعني؟ طب خلينا نتفق في حاجه كده، يعني ايه ملهاش علاقه بالكوره؟ ان محمد صلاح بقى خارج التقييم خلاص، يعني الموضوع ما بقى يعني ايه مش علاقه بالكوره، يادي ما ياديش هو خارج التقييم، هو في حته تانية خالص. الناس بتنتقد شويه ان تقول هو في الدوري الانجليزي بيدي وفي منتخب مصر ما بيديش، معلش الظروف مختلفه، الظروف مختلفه والمحيطين بيه مختلفين بالزبط. وقوه واثاره الدوري هناك مختلفه، يعني الدوري الانجليزي ده مهاراته ثابته ماشي، بس هو المنافس برضو مين يعني؟ هناك بيلعب مانشستر سيتي، مع احترامي طبعا يعني الموضوع مختلف تماما، يعني الموضوع يعني المقارنه صعبه ما تتقالش. ده مش سبب ادعى ان احنا نشوف اداء استثنائي مع المنتخب المصري، يعني اللي بيخليه بيولع الدنيا بالمعنى الحرج في الدوري الانجليزي الصعب اللي كل المنافسين فيه. صحيح. هقول لحضرتك حاجتين، لما احتاجنا محمد صلاح لقيناه في التأهل لكأس العالم الأخير في روسيا، لما كانت مباراة صعبة جدا قدام ملاوي احنا اللي صعبناها طبعا على نفسنا، سجل الهدف الأول، وكان في ضربة الجزاء دي ما حدش شوطها إلا لاعب يعني عنده قدرات يعني نوعية خاصة من الثبات الانفعال انه يقدر يشوط ضربة جزاء في التوقيت ده. طب. ما سجلهاش احنا لسه مش ممكن ما نصعدش، لكن سجلها انت في كأس العالم والحمد لله ربنا وفقه وسجلها. الحاجة الثانية كمان، محمد صلاح في دور مهم جدا حتى لو ما عملش أي حاجة، يعني النهاردة مثلا محمد صلاح موجود وما عملش حاجة، بس هو مجرد وجوده هو خد معاه 2-3-4 يعني، هتلاقي المان اللي ماسكه ومعاه واحد تاني خلي بالك قريب منه عشان لو فلت منه وخلت يعني هتبص له هو شاغل يعني في اللعب بدون كوره، بقى بقتش الكوره ان هو يسجل، خلاص محمد صلاح موجود ويسيب الباقي يسجل. يعني النهارده الهدف مثلا بتاع مرموش بالظبط، هدف مرموش من على خط ال 18 وبيشوط، ده ما قدرش يعمله صلاح، لان هتلاقي صلاح الراجل ملتزم بيه وجنب منه اللي القريب منه بيخش عليه، وان الراجل شفنا اخر هدف سجله في السيتي رقص اربعه عدى اربعه من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي يا جماعه يعني مش مع احترامنا لاي فريق، لكن انت هنا في منتخب ليبيا خلاص مش مهم بقى، قد لا ممكن ما كنتش عارف مرموش حتى وهذا لا يعيبه، لكن هو في النهايه لا خلي بالك صلاح يعني ممكن حتى المان او اللي مع صلاح يقول لك انا اديت مهمتي على اكمل وجه، صلاح ما عملش حاجه، لكن في النهايه صحيح. اللي احنا عايزينه حصل، ان المنتخب فاز. فيعني المقارنه صعبه شويه يعني. انا ممكن اقول حاجه، انا هختلف شويه مع وجهه النظر اللي هو ازاي بيأدي في الخارج فما بيأديش، يعني بالعكس انا شايفه العكس صحيح، لان انت بتلعب هناك برضو، اصل انا بلعب كره قدم ده لعب جماعي، انا مش بلعب يعني لعبه فرديه صحيح. فانا لازم ادائي يبقى واحد لا انا لازم اللي معايا يساعدني، فاكيد هو مش بيلاقي ده برضو زي في الخارج صحيح. ويمكن الناس حطت المقارنات دي لسبب بسيط، ان مثلا رياض محرز لعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتي شايل منتخب الجزائر وعامل، لكن يا جماعه منتخب الجزائر بيمر بفتره عاليه جدا الفتره الاخيره، هو بطل افريقيا 2019، عنده مجموعه قلما تحدث في اي منتخب، يعني مثلا الطفره اللي حصلت عندنا في 2006 و2008 و2010 اللي خد بيها الكابتن حسن شحاته سيطر على افريقيا كلها اللي كانت بتنم العصر مش من المغرب، لكن التوليفه دي موجوده حاليا في منتخب الجزائر، بتلاقيه بيفوز 6 و8 و5 يعني ارقام كبيره، يعني لما يجي الحديث عن منتخب الجزائر هتلاقيه اكتر منتخب مسجل اهداف 15 هدف، في حين احنا مسجلين جونين مثلا يعني او ثلاثه يعني حاجه كده على الحركرك زي ما بقول. بس لو برضه وقفنا عند محمد صلاح مره ثانيه، انا هاخد من الكلام اللي نهاوند قالته وده منطقي جدا الحقيقه، فكره ان هو مع ليفربول بقيه اللعيبه بالبلدي كده بيخدموا عليه بيسهلوا مأموريته. صحيح. طب ليه ده مش حاصل مع المنتخب؟ ما هقول لحضرتك في حته كده فنيه، يعني ايه انه مثلا ايه محمد صلاح عشان يبقى موجود في منتخب مصر، محمد صلاح بقيمته الكبيره جدا مش هيرجع يدافع، يعني مش هتلاقي محمد صلاح في منطقه ال 18 عند او بيتراجع للخلف، مش هيقوم بالدور ده، فبالتالي هيبقى في لعيب معاه يعمل الدور ده، يعني بالبديهي كده يعني ايه خلاص خلي صلاح بقى لقدام، والراجل برنس زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره، وموجود قدامه وبيلمس اللمسه الناس بتخاف منه وبتاع، فده بيدي لود شويه على بقيه زمايله، لكن في المقابل ما ننساش ان مجرد وجود صلاح بيلعب من غير كوره، يعني الجانب الخفي لمحمد صلاح انه مجرد موجود ما حدش بيقرب، يمكن كان في الشيء بالشيء يذكر كان موسم 97 في النادي الاهلي، كان المدير الفني راينر سوبر او 96 97 حاجه كده، كان راينر سوبر ده كان عامل فكره عظيمه جدا، كان يسيب اللعيبه مثلا ايه، كان ساعتها كان سيد عبد الحفيظ مثلا نجم النجوم في الاهلي، كان حاجه بقى خطيره جدا، كان ينزله والاضواء تتسلط عليه وبعدين يسيبه خالص للمدافعين ويشتغل بقى ياسر ريان، محمد عماره، مش عارف هشام حنفي، والله كان يطلع يقول انا وانا صغير كنت مش فاهم الكلام اللي بيقوله ده، كان يقول لك لا رجل المباراه النهارده
هقوله بعد الماتش، هيطلع بعد الماتش يقول لك كان هشام حنفي، فتلاقي هو اللي شال الليله، ليه بقى حدش الخفي، فالتاني بيلعب بدون كوره، يعني انا موجود، كان مثلا ايه بقى الفريق ماشي وسعد عبد الحفيظ متالق ومسجل بقى في الكوره ومش عارف، بس هو كان بيعمل الماتشات دي الحاجات دي في الماتشات الكبيره، الزمالك، الاسماعيلي، المصري في الوقت ده يعني، فكان يسيب مثلا اتذكر ماتش الاهلي والزمالك 2-1 الاهلي بتاع حسام ابراهيم حسن، الزمالك كان سجله محمد صبري، الناس كلها كانت رايحه ناحيه سعد عبد الحفيظ، كان نجم حتى تلاقي التقرير يقول لك سعد عبد الحفيظ، ربنا يستر بسعد عبد الحفيظ اللي هم الزمالكاويه يعني، ومع ذلك اللي عمل الماتش كله ياسر ريان، والهدفين جم من ناحيه ياسر ريان الجانب الشمال، هو كان ده الدور يعني مش يستر، عشان كده قلته هو بيلعب بدون كوره يعني، مجرد وجود محمد صلاح خلاص رجع بقى معاه مدافع اثنين، طب شيل محمد صلاح وحط مثلا كوكا او اي واحد مع تقدير اللي خلاص يبقى معاه مدافع واحد بس مش اكتر، لكن مش هيبقى فيه الاهتمام ده، بيخف يعني بيدي المساحه لبقيه زمايلك، فهو قيمه محمد صلاح انا مش مبرر طبعا لان هو لسه ما اداش اللي عنده بس ما نقدرش نلومه يعني، عايز اقول دي عايز اقول لا يعني هو برضه بيدي بيساعد زمايله بدون الكوره. احنا نروح فاصل سريع استاذ محسن وهنرجع نكمل مع حضراتكم. طيب ده كان اخر فاصل ورجعنا مره ثانيه للاستاذ محسن لملوم، ويعني تيجي نروح بقى للمجموعات فيها كلام كتير لسه وربنا يستر، ومين ممكن يتاهل بقى يعني، نتكلم هنا للمباريات الفاصله، وخلينا نبدا مع حضرتك لو حابب نتكلم عن الجزائر مثلا او غيره. يعني هتكلم الاول على المنتخبات العربيه الافضل، ان لما بيتاهل من 10 مجموعات 10 منتخبات انا شايف ان منهم 4 عرب، وده بصراحه انجاز كبير جدا. ان طبعا منتخب الجزائر في مجموعته الاولى معاه بوركينا فاسو هو متصدر ب7 نقاط، ومعاه بوركينا بنفس الرصيد. الناس بتشوف ان هو الموضوع ايكوال ما بينه وبين بوركينا فاسو، لكن بصراحه الافضليه لمنتخب الجزائر، حتى فرق الاهداف كتير جدا، افضل اقوى هجوم في المجموعات برصيد 15 هدف، لسه كسبان 6 وقبلها كسبان 9، يمكن بس كان عنده دروب وحيد بالتعثر بالتعادل مع بوركينا فاسو خارج الارض. اذا استمر هذا يعني مثلا يعني في الجوله الخامسه والجزائر فازت وبوركينا فاست على النيجر وجيبوتي، اعتقد الجوله الاخيره اللي هتكون حاسمه، وان شاء الله تكون سهله لانها تكون في ملعب مصطفى تشاكر في البليده في الجزائر. والمباراه دي يعني المنتخب الجزائري محتاج بس التعادل لان الافضليه الاهداف هتكون ليه، فاعتقد انه الجزائر في طريق مفتوح الى للفوز قصدي للتاهل. دايما محافظه على مستواها المنتخب الجزائري من زمان، يعني دايما ما تحسش ان عنده باي فترات فيها يعني ايه تدني في المستوى، دايما محافظ. لا هو كان بعد فتره الثمانينات اللي هي كانت رهيبه جدا طبعًا، اللي هو الاخضر بلومي وصالح الصاد او صالح اسد، وكان رابح ماجر فاكر الماتش الشهير بتاعهم لما قلب مباراه كاراتيه بالظبط. لا ده كانت معانا، هم دايما معانا كده على فكره. فبعد الجيل ده كان حصل لهم هبوط حاد في كره القدم الجزائري اللي هي عشريه الارهاب اللي كانت اثرت على دوله الجزائر عامه، ومن ضمن التاثير كان الجزائر كانت بتتغلب، غابت تماما عن كاس العالم وغابت عن تمثيل حتى التاهل لكاس الامم الافريقيه بعد الفوز اللي كان الاول سنه 90 على ارضها لما خدوا كاس الامم في الوقت ده. بعد كده بدا في الفتره الاخيره مع رابح سعدان يمكن في بدايه الالفيه الجديده بدا يتحسن نوعا ما، وقدر يتاهل لكاس العالم وكان على حساب منتخبنا للاسف في 2010، وقدر يصعد يعود مره اخرى لكاس الامم الافريقيه، وشيئا فشيئا طبعا حاليا مع جبل من الماضي فاز بالدور الاخيره كاس الامم الاخيره في القاهره كانت 2019. فهو بقى عنده جيل موهوب جدا من المحترفين، اسلام سليماني، الان دلور، رياض محرز، بصراحه كوكبه محترمه جدا ومضيفه جدا، وهي طفره في الكره الجزائريه في الفتره الاخيره بيعيش افضل ايامه. اعتقد منتخب الجزائر هو المرشح بقوه للتاهل للمرحله الاخيره، ده اول منتخب في المجموعه الاولى. طيب. منتخب تونس يمكن المجموعه الثانيه امبارح تعادل مع استوائيه وزامبيا، هو تعادل امبارح مع موريتانيا خارج الارض 0-0، وصل لنقطه ال10، اعتقد اللي هو برده في طريق مفتوح بكل امانه. ان ما كانش هو الاقوى لكن هو احد اقوى 4 منتخبات دفاعيا، يعني تونس، المغرب، مالي، كينيا، الاربعه لم تهتز شبكهم في الاربع جولات. منتخب تونس منهم عنده شويه دروبات، منتخب تونس مش بصراحه مش قوي زي ما كان، لكن مجموعته سهله بكل امانه، ده خدم الظروف بتاعته في مجموعته. يمكن هرجع يعني هروح بعيد شويه للمجموعه يمكن التاسعه، مجموعه المغرب عشان المنتخب عربي. المغرب في طريق مفتوح للتاهل لانها 9 نقاط من 3 مباريات، لان كان ليها ماتش ما لعبتهاش كان بسبب احداث حصلت في غينيا، احداث سياسيه انقلاب وبتاع، فما لعبش، لكن لو لعب الماتش ده كنت هيبقى عنده 12 نقطه، هو المتاهل يعني، هو الثاني اللي بعديه غينيا بيساو عنده تقريبا 7 نقاط اقل منه بنقطتين،
بس مع افضليه مباراه ده لعب 4 والمغرب لعب 3، فالمغرب في طريق مفتوح. وحيد خلوليزيتش اللي هو المدير الفني البوسني للمغرب عامل مستوى رائع جدا، قاهر النجوم، هو شخصيته القويه. يعني تخيل منتخب المغرب بجلاله قدره ما فيهوش حكيم زياش اللي هو نجم تشيلسي بطل دوري ابطال اوروبا، ما فيهوش حكيم زياش، استبعده وقال مش عايزه لمجرد ان اللاعب يعني شاف نفسه شويه، قال مش عايزه. كان قرار يعني انتقدوا البعض بشكل كبير، انتقدوه وما زالوا يعني بينتقدوه، ما زال الجمهور المغربي عايز والصحافه المغربيه طبعاً عايزه عوده زياش. هيرجع بس هو بيورس ودنه، الدنيا دلوقتي سهله، بيساوي وما بيساويش ومش عارف الكلام فكره العادي ده، لكن هو مستني بيقرصك في ده، لكن لما يتأهل لا طبعا محتاجه، ولو صعد كاس العالم اكيد محتاجه. مين ما يدومش حكيم زياش بالنسبه للمغرب، زي رياض محرز بالنسبه للجزائر، زي محمد صلاح بالنسبه لمصر، ما ينفعش يسيبه. بس الناس بتضغط عليه، بس هو شخصيه خلوزيتش صارمه جدا، ده اللي خلاه كان هو مدير فني منتخب الجزائر في كاس العالم 2014 في البرازيل، وكان صارم جدا، ولمجرد البعض انتقده رجع هناك ورفض ان هو يكمل مع منتخب الجزائر، رغم طلب رئيس الجمهوريه وقتها عبد العزيز بوتفليقه ان هو يكمل، لكن هو اعتذر له. هو شخصيته قويه جدا، ما بيحبش حد يبص له. اتمنى على فكرة مدرب زي ده في المنتخب المصري، ان ما ينفعش معانا النوعيه دي. كلام كبير قوي ده، اتمنى. لا ما هو شوفي الثقافه المواطن العربي ما ينفعش معانا الصراحه، ما ينفعش معانا غير ما ينفعش معانا لا ده ينزل تصريح ده يا جماعه دلوقتي استرابه لو سمحتوا. اتمنى وكنت اتمنى واحد خلوزيتش يجي عشان ما عندوش بقى مع كامل تقدير الناس صلاح زي اللاعب اللي قاعد احتياطي، ما عندوش العطاء. هو تخيل النهارده مدرب مثلا زي كروش يقعد صلاح او يستبعده اصلا مش يقعد، الدنيا تقوم معاه، الدنيا تقوم عليه. لكن بس فده بالنسبه للمغرب. نختم بمصر ولا بنختم بايه؟ زي ما تحبي. طب يعني مصر محسومه، احنا بنتكلم ان هي ان شاء الله اقوى يعني، هي هو منتخب مصر حالياً يفوز يعني. ريح نفسه يفوز لانه هيفرق باربع نقاط عن المنافس، بيدي نفسك اريحيه فيما لو لا قدر الله تعثرت، لان ما بقتش حاجه مضمونه في المنتخب المصري. انت طالع برضو ده تصريح مش مضمون كلام حضرتك على فكره مش سهل. لا ليه ما بقاش في حاجه مضمونه؟ حضرتك ضمن منتخب مصر يكسب في اي ماتش في الوضع اللي احنا فيه ده؟ احنا قاعدين قدام ليبيا كسبانين، انا قاعد لحد ما الحكم اطلق صفارته الحمد لله، ماتش جابون الحمد لله على الهدف اللي جابه. واحنا هنقضيها ربنا يستر ولا ما هو رب بالدعوات الكلام ده كله في التصفيات المؤهله، لو لا سمح الله تاهلنا هيحصل معانا 100 مليون بيدعوا فربنا يستر ان شاء الله. حضرتك نورتنا، ربنا يكرمك، سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا. شكرا ليك يا استاذ محسن، ويا رب خير ان شاء الله النهارده باذن الله. يعني انا بشكر حضراتكم انا وكريم على متابعتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله و10 الصبح في الاهلي.